هنا تحصل سيارة عملاقة فائقة القوة على لوحة أرقام جديدة للسير في نيفادا الأمريكية، فهنا فقط مسموح لهذه السيارة بالتنقل بحرية. الأمر يتعلق بشاحنة هايواي بايلوت ذات يد القيادة التي ساهمت شركة مرسيدس بتطويرها. كتطوير لموديل شاحنة مرسيدس بينز فيوتشر 2025 والتي عرضناها في ألمانيا في العام الماضي، لدينا هنا سيارة أمريكية سنقوم بجعلها تسير في الشوارع العامة. إنها أول موديل ذاتي القيادة لشاحنة حصلت على رخصة السير في الشوارع العامة. هذه الشاحنة هي إحدى اثنتين من السيارات الذاتية القيادة المسموح لهما بالسير في الشوارع العادية في نيفادا. إنها النسخة الأولى، وتسعى مرسيدس بواسطتها إلى تطوير سيارات ذاتية القيادة مخصصة لقطع مسافات طويلة وتجهيزها للإنتاج المتسلسل. جرت في ألمانيا في العام الماضي تجارب لسيارات ذاتية القيادة في طريق سريعة مغلقة، وبعدها قامت شركة مرسيدس باختبار نموذج هايواي بايلوت لمسافة 16000 كيلومتر، ثم عدلت في خصائصه ليتلائم مع الطرق السريعة الأمريكية. شاحنة فرايتلاينر إنسبيريشن تستند على موديل فرايتلاينر كاسكاديا إيفوليوشن الذي تم تطوير نظامه في نموذج هايواي بايلوت. نظام الاستشعار فيها يتألف من كاميرا ستيريو قادرة على فهم العلامات والإرشادات المرورية الموجودة في الشوارع، فهذه هي الخطوط الإرشادية في عملنا. لدينا أيضا مستشعر راداري في مقدمة السيارة لقياس مسافة الأمان مع السيارات التي أمامها، وهناك ما يربط المستشعر بنقل الحركة والمكابح وآلية توجيه السيارة وإدارتها. توفر الكاميرات للسائق قدرة الحصول على مشهد كامل لما حول السيارة، فإذا فعل نظام القيادة الذاتية هايواي بايلوت عندها تبدأ القيادة الذاتية. والجديد الآن هو السرعة التي تصل إلى 60 ميلا في الساعة، وتنبه السيارة السائقة ليتحكم بها بنفسه عندما تكون أمام موقع إنشاء أو عندما يجب عليها الخروج من الطريق السريع. أثناء فترة القيادة الذاتية للسيارة يمكن للسائق أن يعطيها تعليمات جديدة لوجهته أو تنسيق مواعيد الوصول. يعتبر السائق أحد أهم العناصر اللازمة لنظام القيادة الذاتية. نحن لا نريد أن نستغني عن السائق في سيارات القيادة الذاتية، بل أن نقدم الدعم له. ما نقوم به هو توفير أفضل الشروط من أجل تحقيق هدف قيادة آمنة وذات كلفة اقتصادية أقل. قمرة القيادة في نموذج فرايتلاينر لطيفة وحسنة الإضاءة. أثناء السير يجلس السائق بالطبع خلف المقود، لكن الشاحنة تحتوي على مكان يتيح للسائق قضاء استراحته. أثبتت تجاربنا في القيادة الذاتية بوجود السائق أن الموائمة بينهما قادرة على تخفيف الأعباء والشعور بالتعب عن السائق بنسبة 25% عن المعدل المعتاد. أمان إضافي للجميع. يمكن لشاحنة هايواي بايلوت الالتزام بالحارة المرورية ذاتيا، كما أنها قادرة على الانعطاف ومزودة بخاصية تجنب الاصطدام من خلال المحافظة على السرعة أو تقليلها وقت الحاجة. أما خواص كمناورات تخطي العربات الأخرى أو تغيير وجهة القيادة فغير موجودة في نظامها. ومن المنتظر أن تطرح الشاحنة في الأسواق في منتصف العقد القادم، لكن من سيسبق، السيارة الشخصية أم الشاحنة؟ أميل للاعتقاد أن الشاحنة ذاتية القيادة ستسبق السيارة الشخصية. سنرى الشاحنات على الطرق السريعة، والسبب في ذلك أن الطرق السريعة أقل تعقيدا من شوارع المدن. الشاحنات موجودة بكثرة على الطرق السريعة لساعات طويلة، وبهذا فوجودها هناك أهم من السيارات الشخصية. كل ذلك يدفعني للقول إن شركات صناعة الشاحنات ذاتية القيادة ستحوز السبق في النزول إلى الشوارع. ما نحتاجه حتى الآن هو الأطر القانونية. يجب إدخال تغييرات على نظم القيادة في الشوارع. هناك مجموعة كبيرة من الأسئلة المتعلقة بشروط الحصول على التصاريح القانونية. ما هي المعايير التي يجب علينا كمنتجين تلبيتها؟ وما هي أنظمة القيادة التي ستحصل على الموافقة؟ في هذا المجال هناك أسئلة كثيرة أيضا ننتظر الإجابة عليها.